بينورني ويشرفني في هذه اللحظات استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بالدستور. استاذ سعيد عامل ايه؟ الحمد لله يا امير، اهلا، نورنا. نورك حبيبي، مبسوط جدا ان انا معاك. احنا اسعد دايما طبعا ان انت تكون متواجد معانا. عندنا بعض الامور اللي هنتكلم فيها، سواء مدرب الاهلي، مدرب المنتخب، اخبار محليه وعالميه كتير. تحب نبتدي منين؟ احب ابتدي من الجمهور عايزه الاهلي اكيد، الاهلي حديث الساعة. طيب مدرب الأهلي، اتكلمنا احنا في الانترو على المدرب وقلنا ان ممكن خلال ساعات، ممكن المدة مش محددة بالظبط، لكن في نفس الوقت النادي الأهلي خلاص شبه بيخلص مع المدير الفني، واكيد بإذن الله النادي الأهلي يقدر ان هو يحسم هذا الملف. بالمناسبة كل الجرايد كمان بتتكلم في هذه الجزئية، يعني احنا استعرضنا مع حضراتكم ان خلال ساعات البعض بيتنبأ، لكن بإذن الله الموضوع قرب، يعني هانت من الآخر. يعني معلوماتك ايه في القصة؟ يعني خليني اقول لك ان مفيش حد في مصر عنده معلومه دقيقه مين مدرب الاهلي. كويس، يعني انت متاكد على كلامنا كمان؟ لا اكيد طبعا مفيش حد عنده معلومه دقيقه مين مدرب الاهلي. الناس مش مصدقه على فكره الموضوع ده. لا هو ده حقيقي، الناس مش مصدقه ان مفيش حد عنده معلومه اكيده بخصوص المدرب، وان في سريه تامه في الحقيقه بيدار بيها هذا الملف. يعني ده حقيقي جدا، والاهم من ده ان مفيش قصور اعلامي في التغطيه. يعني رغم ان في اسماء كتير جدا طلعت في مواقع كتير جدا، من ضمنهم احنا اشتغلنا عليهم بشكل شخصي، لكن في النهايه السريه التامه اللي فرضها الاهلي وفكره التمويه بان في 30 سيره ذاتيه موجوده، دي ضل يعني خلت الجهد علينا اكبر، والبحث عن اسم المدرب الحقيقي اللي الاهلي بيستهدفه هو مين صعب جدا. لكن رغم ده لو انت تبص على مواقع امير، تشوف الجول، تشوف يلا كوره، تشوف الكابتن، تشوف كل المواقع، هتلاقي ان حصل تواصل مباشر ما بين الصحفيين المصريين وعدد كبير جدا من المدربين. وبالفعل عدد كبير جدا من المدربين قال ان الاهلي استطلع رايهم، يعني هو الاهلي استطلع راي عدد كبير من المدربين عن طريق الوكلاء بشكل مبدئي. هو بيعرف انت موقفك ايه من التدريب في المنطقه العربيه او في مصر او في المنطقه دي او نادي الاهلي. فهو الاهلي خد يعني كل التصريحات اللي جت من جميع المدربين باستثناء دونيس مدرب اليوناني، كله ابدا ترحيبه وانتظر ان الاهلي يعود ليه تاني من جديد. فهنا ما كانش في قصور اعلامي، لا بالعكس، احنا حاولنا واجتهدنا ان احنا نتواصل بشكل مباشر مع الاسماء المرشحه للنادي الاهلي، لكن كانت الصعوبه عند النادي الاهلي نفسه. النادي الاهلي اللي فرض سريه كبيره جدا جدا. هو دايما النادي الاهلي كده في الحقيقه، يعني هو لما يصل بك الامر ان انت تاخد المعلومه من المدرب الاوروغواياني او الهولندي او الفرنسي ومش عارف تاخدها من القاهره، صح؟ فهنا ده بيبرهن على ان انت نجحت في ان انت تقفل تماما. لكن بشكل عام خلينا نقول ان لاول مره الاهلي يعني في السنين الاخيره بيختار مدرب بطريقه صحيحه من خلال لجنه تخطيط وضعت رؤيه واستراتيجيه، وبتشوف من خلال الاسماء المطروحه امامها مين يستطيع تنفيذ هذا المشروع او تطبيق ده كلام مهم، تطبيق الرؤيه اللي احنا عايزينها، مش مجرد اختيار عشوائي او بناء على ترشيح مدرب. لان زي ما انت قلت يا امير، كتير من المدربين عرضوا وتواصلوا واتكلموا وخدوا ترحيب من الناس، لكن في النهايه اللجنه، وفي مدربين عرضوا نفسهم على فكره كتير جدا، ومن ضمنهم خليني اؤكد لك لان انا نشرت ده، مدرب الزمالك ميتشو. انا نشرت محادثه ما بين زميلي حامد عماد في موقع الكابتن وميتشو، مدرب الزمالك عرض نفسه على الاهلي، نشرت المحادثه، وتحب اجيبها لك. عرض نفسه اتكلم عن الاهلي ان الاهلي كان بينتقد لصارتي في المحادثه، وبيقول ان الاهلي يستحق مدير فني افضل. فلما سالناه مين، قال انا واحد من اللي يستحقه او مين اللي يناسبه النادي الاهلي. فالمحادثه دي اتكررت مع اكتر من صحفي تاني، وهو عرض نفسه بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. فخليني اقول لك ان كل المدربين اللي جم في المنطقه العربيه والافريقيه، مش هركز انا على النقطه دي، خلي بالك. انا نشرت، اوكي، انت نشرت، انا نشرت، هركز عليها. انا نشرت والمحادثه موجوده، وفي محادثات تانية كتير موجوده جدا. تمام. طبيعي سقف وطموح اي مدرب بيعمل في المنطقه العربيه او الافريقيه هو النادي الاهلي، زي ما سقف اي لاعب داخل القاره هو النادي الاهلي، سقف اي مدير فني هو. فانا متفائل المره دي لان في لجنه بتشتغل بشكل صحيح، مش بناخد ترشيح من وكيل ونشتغل عليه وكده، لكن النهارده في مشروع. الشيء المهم هو لاسارت جه في ايه ومشي في ايه، بيسيرو جه في ايه ومشي في ايه، كارتيرون مشي ليه. لما نحصر كل الخطايا والاخطاء والاسباب اللي ادت لعدم نجاحهم بشكل كامل، ونقف عليها ونقول احنا محتاجين راجل يصحح المشاكل اللي كانت موجوده دي. فهنا المره دي احنا بنبني صح، ما كانش في لجنه تخطيط قبل كده بتختار، او ما كانش في لجنه بتدرس وبتشوف المشاكل ايه. فانا اعتقد ان شايف ان دور لجنه التخطيط مهم،
مهم بشكل جداً. عام بقى في الفرقه والمدرب المدير الفني وكلام من ده صح؟ مهم جدا. ما انت النهارده الازمه في ان انت لا تمتلك مشروع. النادي الاهلي مش محتاج مدرب، النادي الاهلي محتاج مشروع الاهلي اللي هو انا خلال ثلاث سنين. اقول لك على حاجه برضو يا سعيد، ان مشروع النادي الاهلي دايما معروف على مدار التاريخ من غير ما تقول ان ده مشروعي. لا، مشروع النادي الاهلي الفوز بمختلف البطولات واهم بطولات دوري ابطال افريقيا. صحيح. يعني اذا في مشروع اصلا موجود. النادي الاهلي بعد مجلس الكابتن حسن حمدي حصل هزه ما بين مين جاي مين رايح الى ان استقرت الامور حاليا. ففي المرحله دي حصل تخبط بعض ما ويفتقد الاهلي في مراحل للمشروع، فكان سهل جدا يدخل اسم. تخبط ايه بالظبط عشان نوضح؟ تخبط اداري في فكره اختيار والطريقه معينه. اني مرحله؟ ما بعد حسن حمدي مباشره. ما بعد حسن حمدي مباشره. حصل دروب شويه في النادي الاهلي ففي الفتره ديت لما كانت الكوره متعطله برضه في مصر. فالمرحله ديت بس معلش يعني عشان الجزئيه دي مهمه. دروب اداري في النادي الاهلي؟ اداري طبعا. ليه؟ بالتأكيد. اداري بخصوص الكوره يعني؟ بخصوص الكوره. فكره المشروع اللي انا بكلمك عليه ما كانش موجود اللي هو سهل. لا معلش اسمح لي اختلف معاك يا سعيد. اتفضل. اصل دروب اداري سواء المجلس اللي جه بعد الكابتن حسن حمدي او المجلس الموجود دلوقتي، الناس كلها اشتغلت بشكل جيد اداريا في الحقيقه، والمجلس اللي فات والمجلس الحالي وفر كل الامكانيات للفريق الاول، مدربين مختلفين، اسماء كبيره من اللاعبين المميزين وابرز اللاعبين على الساحه الرياضيه المصريه والافريقيه كمان كانوا بيبقوا موجودين في النادي الاهلي. اذا المشروع موحد او معروف دايما لاي حد بيجي جوه النادي. لا خليني اقول لك ان كان اختيار المدراء الفنيين للنادي الاهلي في الفتره يعني اللي انا بتكلم فيها ما كانش بيتم بشكل مناسب، عشان كده شفنا عدد كبير جدا في فتره صغيره جدا. يعني النتائج دايما هي المؤشر او البرهان على اي كلام. فلما اجي اقول فتره كابتن حسن حمدي مدير فني واحد مستر مانويل جوزيه وحسام البدري في فتره ما والنتائج بطولات يعني صعب جدا تقف قدام عدد كبير جدا، فده بيقول لك ان كان في الاستقرار ده. لكن المرحله اللي ثالثها اللي بعدها تغيير المدرب اصبح شيء عادي جدا في النادي الاهلي زيه زي باقي الانديه المصريه، وده مش موجود في النادي الاهلي. لكن النهارده لما انا باجي اكلمك على فكره المشروع اللي موجود مدرب، انا بقول له ان احنا عندنا استراتيجيه او خطه لثلاث سنين. انا مش ما ينفعش النادي الاهلي ما ينفعش يرهن مستقبل مدرب ببطوله. انا والله انا عايز مدرب يطبق استراتيجيه لعب تتناسب. هل النادي الاهلي الفتره اللي فاتت رهن مستقبل مدرب ببطوله؟ خلينا اكلمك بكل صراحه. النادي الاهلي لما مشى لاسارتي في مباراة بيراميدز، هل كان مصيره مرهون ببيراميدز ومباراة بيراميدز؟ لا. طيب لما كان هو مش مرهون ببيراميدز ليه ما مشيش بدري شويه قبل بيراميدز وكان عندك المساحه تختار بشكل افضل؟ طب وليه ما مشيش بعد مثلا مباراه سان داونز؟ ما هو ده دليل على ان النادي الاهلي ما بيرهنش مصير مدرب ببطوله. طيب انت شفت ان لاسارتي لازم يستكمل الموسم عشان بطوله الدوري، ده شيء كويس جدا. اخذت بطوله الدوري في هذه المرحله، هل انت شايف لاسارتي يكمل الموسم اللي جاي ولا لا؟ كان لازم يكون هنا الموقف اوضح. لو انت شايفه مش هيكمل كان يمشي وكان يكون في خيارات افضل. يعني مثلا شفنا مدربين امم افريقيا زي دي صابر زي رينارد، اكتر من مدرب كان متاح وكان بيعرض نفسه على الاهلي، فكانت مساحه الاختيار عندك كانت هتبقى اوسع وافضل. فاعتقد ان مباراه بيراميدز بس كان فيه حفاظ على الاستقرار بتاع الفريق برضه لحد نهايه الدوري. اوكي ونجح ونجحت في ده. طب خلينا نطمن على الفريق نشوف اخباره ايه. نروح للشيف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. تخمين امير تحدي ليك وتحدي المحقق الكريم طبعا ناخد درجه كبير استاذ سعيد وكل مشير حاضر الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بيك يا شريف. الجديد عندك ايه بعد استئناف الفريق لتدريباته؟ خليني اقول لك طبعا ان الفريق كان اخذ اجازه ثلاث ايام والنهارده كان التمرين في الخامسه والنصف عصرا. يمكن يتعرض لمباراه غينيا او بطل غينيا كان سبورت اللي هيكون يوم 13 او 14 او 15 9 باذن الله. بدا التمرين في 5 ونص وكان في محاضره يمكن حوالي 10 دقائق اتكلم فيها الكابتن محمد يوسف واتكلم فيها الكابتن عبد الحفيظ حوالي 10 دقائق اللي هيركزوا في هذه المباراه. ما لهمش علاقه باللي بيزوره على السوشيال ميديا، ما لهمش علاقه عن مفاوضات اي مدرب. التركيز فقط في المباراه المقبله، التركيز فقط على الفوز في المباراه المقبله. خليني اقول لك ان بعد هذه المحاضره كان في تدريبات بدنيه شاقه جدا النهارده، اشغال بدنيه شاقه يمكن تمرين مستمر الى الان، تمرينات بدنيه قويه جدا بيقوم بيها طبعا الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف. على الجانب الاخر او كان بادئ التمرين بدري جدا قبل الخامسه والنصف كان بادئ شريط اقراني مع الكابتن طارق سليمان اللي لازم احييه. كابتن طارق سليمان بادئ التمرين الساعه 5 مع شريط اقراني لمده ساعه، وبعد كده اربع حرات اللي كابتن الشناوي كابتن علي لطفي كابتن مصطفى شوبير احمد طارق سليمان اربع حرات
بعد التمرين، فرق ساعة قبل التمرين، والآن مع أربع حراس يعني خمس حراس في اليوم، فلازم حقيقة تطرد كلمة عن المجهود الكبار اللي بيعمله مع الحراس. على الجانب الآخر التأهيل سعد سمير مع محمد محمود، رامي ربيعة زي ما قلت لك، شريف إكرامي. خلينا أقول لك إن سعد سمير بيتكلم في أسبوع 10 أيام بإذن الله هيكون موجود في التمرين. محمد محمود ايضا نفس المده، النهارده تمرينه ولا اروع ولا اقوى، نمسك الخشب ما شاء الله، بدا يرجع من جديد، بدا الاصابه تتلاشى خلاص. بيشارك في التدريبات الجماعيه يا شريف؟ لا، هم دلوقتي بتعملوا بيشارك في جزء صغير، ويمكن بعد اسبوع 10 كده هيخش في جزء اكبر من التمرين، وبعد كده يمكن هيتحسنوا برنامج بقى تاهيلي عادي خالص او برنامج عشان يرفع الحمل بتاعه البدني، عشان يقدر يجاري اللعيبه دي بالاهلي، يوصلوا لمرحله بدنيه طبعا عاليه جدا دلوقتي. رامي ربيعه طبعا هيزيد من اسبوعين لثلاثه، ثلاثه رامي ربيعه ده بعد الاشعه خلاص. عشان عفت بشده العضله الخلفيه شديد جدا، هيزيد من اسبوعين ثلاثه اسابيع، نتمنى له باذن الله الرجوع بالسلامه. على الجانب الاخر طبعا مروان محسن هيمكن خلاص في المراحل النهائيه ليه تاهيله، رمضان صبحي يمكن خلاص برضو النهارده اكتفى بالجري، يمكن بكره وبعد بكره بالكثير هيكون موجود في التمرين. جلسه مستمره في حفظ حفيظ كان اخذ جلسه مع معلول، اخذ جلسه مع احمد فتحي، كابتن محمد يوسف ايضا اخذ جلسه مع وليد سليمان، كانت جلسه طويله جدا. غياب لاجايي لازارو لشيراردو، علمته لازارو وشيراردو في المنتخبات، يمكن لاجايي اللي واخد لسه اجازه. بطمن لك وبطمن من كل مشاهدي قناه النادي الاهلي ان هنا العمل مستمر داخل قطاع الكره بالنادي الاهلي، الكل عارف واجباته، الكل مركز في واجباته، باذن الله باذن الله تاتي ثمارها ويكون الفوز حليف في النادي الاهلي في المباراه المقبله امام كلاينو سبورت بطل غينيا باذن الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، ولقينا آخر الأخبار من مران الفريق في هذه اللحظات بعد استئناف هذه التدريبات. طيب، كنا بنتكلم على النادي الأهلي، بتشوف الاستعدادات بقى للمباراة المقبلة؟ هي لسه قدامها شوية طبعا، المباراة يوم 13-14 يعني أسبوعين مثلا أو حاجة، بتشوف استعداد لهذه المباراة إزاي ومدى أهمية مباراة الذهاب بالتحديد؟ طبعا بشوف النادي الأهلي بعد مباراة الدور السابق أمام يطلع بره أنه أصبح جاهز جدا، و الحوافز عند اللعيبه زادت بشكل كبير جدا، والاستعدادات بتسير بشكل جيد، واعتقد ان النادي الاهلي هيتخطى الدور المقبل بنفس سهوله الدور اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله، لان بشوف ان اللعيبه بتعلى، بشوف ان الاصرار زايد قوي عند بعض اللاعبين كمان زي حسين الشحات، زي حمدي فتحي بالتحديد، بشوف ان ارتقائهم وتطورهم ودخولهم في المجموعه بيتم بشكل تدريجي، وده يخليني اقول وتفائل جدا ان انا مش هنظر للادوار التمهيديه، ارجع اشوف اهلي زمان، ان هنعدي الادوار دي بسهوله وهنعدي بارقام كويسه جدا، وشايف ان الوضع جيد جدا في الفتره الحاليه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بتشوف مدى اهميه عوده واحد زي محمد محمود مثلا، لاعب مهم جدا جدا، الاصابه للاسف عطلته بشكل كبير، هو خلاص قرب بنسبه كبيره يشارك في التدريبات الجماعيه، عوده كمان سعد سمير. طبعا عوده محمد محمود بالتحديد اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، واضافه مش بس بيفتقدها النادي الاهلي، بيفتقدها منتخب مصر، نوعيه حسام غالي لاعب وسط الملعب المبتكر اللي عنده الاضافه اللي عنده اللمحه اللي بيحقق التوازن ما بين الخطوط، ده لاعب مفتقد الاهلي جدا ومفتقد منتخب مصر. يمكن الزمالك نجح في انه يكون عنده فنجان سياسي يعرف يقوم بالادوار ديت، لكن لاعب مصري يقوم بادوار محمد محمود مش موجود، ويمكن بشوف ان اي مدرب جاي هيبقى محظوظ لوجود هذا الكم من اللاعبين. يعني لما باجي ابص على مراكز صناعه اللعب والوسط في النادي الاهلي، واشوف حمدي فتحي ومحمد محمود وصالح جمعه وقفشه كم، وكريم نيدفيد كمان وعمرو السوليه، يعني بتتكلم على عدد كبير جدا بيمتلكوا مواصفات مختلفه، سمات مختلفه، لان انت عندك اللاعب اللي بيعرف يعمل الضغط العالي والعكسي ويفتك الكره بشكل سريع، عندك اللاعب اللي هو بيعرف يفك التكتلات في المساحات الضيقه، عندك اللاعب اللي هو بيعرف يهرب على الاطراف ويقوم بادوار مزدوجه سواء على الطرف او في عمق الملعب، عندك اللاعب اللي بينزل يستلم من تحت واللاعب اللي بيستلم من قدام. يعني الاهلي اصبح عنده زخم في المنطقه ديت، وعوده محمد محمود في توقيت مثالي. اتمنى انه يكون محظوظ بوجود مدرب يعرف يستخرج اعلى ما عند كل اللاعبين. لو في مدرب في المرحله المقبله يستطيع انه يستخرج اعلى ما عند اللاعبين، النادي الاهلي اعتقد انه يعود لتحقيق فارق 15 نقطه و20 نقطه في الدوري من جديد. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، خصوصا في ظل امتلاك الفريق لقائمه ممتازه في الحقيقه من اللاعبين المميزين. محظوظ جدا، محظوظ جدا. يعني الاهلي الان عنده فريقين في الملعب، والفريق الاحتياطي هو اقوى من اي فريق في مصر. الفريق الاحتياطي بقولها بكل ثقه، الفريق الاحتياطي في النادي الاهلي اقوى من اي نادي في مصر. يستطيع الاهلي يفوز باول وثاني الدوري لو خاض الدوري بتشكيلتين حاليا فقط، ينقصه
مدرب يعرف يخرج اعلى ما عند اللعيبه ديت، يوصل لشكل يستقر عليه ويطلع اعلى ما عند اللاعبين، يكون فيه اتمنى ان هو يطلع على اخطاء الماضي وايه الاسباب اللي عطلت المدربين في الفتره الماضيه، وان هو يشتغل بشكل جديد وبمشروعه هو، ونشوف التطور يحصل على ايديه. هنشوف حاجه قويه جدا ان شاء الله، هنشوف حاجه كويسه جدا جدا للنادي الاهلي قريبا. حاسس ان انت عارف يا امير ومش عايز تقول. لا بص والله، بص لو قلت لك ان انا عارف يبقى اكذب عليك. محدش عارف موضوع المدرب ده خالص فعلا، لان الموضوع فعلا فيه سريه كبيره جدا من النادي الاهلي، واي حد بيقول اي اسم يبقى بيجتهد يا جماعه. من الاخر كده الاعلان هيتم من خلال قناه الاهلي والموقع الرسمي للنادي الاهلي بكل تاكيد، يعني امتى؟ قريبا باذن الله قريبا. نروح بقى للجانب المحلي، عندنا اخبار كتير. انا عايز ابتدي معاك بملف المدرب لمنتخب مصر، مش النادي الاهلي بقى، خلاص نروح منتخب مصر. بتشوف الملف ده ازاي، خصوصا مع تصريحات النهارده الاستاذ عمرو الجناني او الدكتور عمرو الجناني ان هيتم تاجيل الاعلان عن اسم المدرب الجديد، بعد ما كانوا قالوا ان يوم الاربعاء بكتير هيتم الاعلان بشكل رسمي بعد اجتماع مجلس الاداره. الكواليس ايه بخصوص هذا الملف؟ هو خليني اقول لك ان هو يعني بيان النهارده بيرفع من عليه الضغوط، يعني بيان النهارده بيقول احنا مش هنناقش مصير المدرب بكره، لا هو هيناقش مصير المدرب، وهو اهم ملف بيتناقشوا فيه حاليا. كويس. لكن هو بيرفع من عنده الضغوط، مش عايز الصحفيين مترقبين المؤتمر، اجتهادات هتشتغل، لكن وارد يعلن بكره، لكن وارد جدا ان هو يعلن والله. لكن يعني انا ممكن الخص كل اللي بيحصل في جمله واحده، داخل اتحاد الكره حاليا يعني القلب يهوى حسن شحاته، ايوه، والعقل يريد حسام البدري. حلو التعبير ده. يعني بشكل مختصر الناس على المستوى الشخصي بتميل لكابتن حسن شحاته فيما يتعلق بعلاقات تفاؤل. طبعا علاقات قبل اي شيء. قبل اي شيء؟ لا دي جزئيه خطيره جدا. صحيح، لا تعليقات قبل اي شيء. تفاؤل. لا لا استنى بس، انت هتروح فين؟ استنى، لا ناخد الجزئيه دي واحده واحده. يعني ايه العلاقات؟ يعني هل ممكن مسؤول في اتحاد الكره يختار مدير فني بناء على ان علاقته بيه كويسه؟ بيحصل في مصر اخر 10 سنين بعد حتى الاخفاق الاخير في بطوله الامم الافريقيه، هل ده ممكن يتكرر برضه؟ يتكرر عادي جدا. فكره التخلص من السياسات محتاجه وقت. والاشخاص، خليني اقول بشكل صريح، الاشخاص الموجودين مش بعيدين في الفكر ولا العقليه، يعني الا بعض العناصر يعني، عن المجموعه القديمه، وعلاقاتهم بالمجموعه القديمه واضحه ومعروفه للجميع. فخليني بقول لك ان هم مش بيفكروا بشكل مستقل، لا ما زال في اتصالات مع بعض العناصر القديمه، ما زال الفكر القديم متاح ايضا وموجود، والامور بتدار بنسبه كبيره جدا بالشكل القديم. فده يخليني اقول ان العلاقات محدده. هم الناس اكيد في طريقهم للتغيير برضه يا سعيد. ما اعتقدش ان التغيير هيحصل من خلال المجموعه. مش عايزين نبقى متشائمين قوي كده. مش متشائم، بس مش هيحصل من خلال المجموعه الحاليه. لكن التغيير هيحصل من خلال مجلس منتخب خلال الفتره الجايه. لكن انا شايف ان المجموعه ايضا، هذه المجموعه العلاقات واحده من اهم المحددات اللي هتخليك تشوف مين مدير فني للمنتخب، مين مساعد. لان انا حقيقي يعني يا امير بستغرب جدا من ان انا بلاقي ترشيحات غريبه واسماء بتعلى قوي. يعني انا عارف ان انا في قناه الاهلي، وانا عارف ان انتم بتتحفظوا جدا على انتقاد اي شخص او انتقاد فكر بشكل، لكن انا لا مش بنتحفظ ولا حاجه، يعني احنا بس بنتكلم بمنطقيه اكتر في اي ملف يعني بشكل. وانا بتكلم بشكل موضوعي جدا. انا شخصيا بستغرب جدا طول الوقت ازاي كابتن احمد حسام ميدو يبقى مرشح لمدير فني المنتخب، وازاي يبقى في شبه اتفاق على انه يبقى مدرب عام مع كابتن حسن شحاته. انا شخصيا مستغرب من دي. يعني كمتابع، مش هيخلوا القناه، كمتابع لمشوار ميدو. بس على فكره ده اسهم كابتن احمد حسام ميدو زادت دلوقتي انه يبقى مدير فني. لا هو كابتن احمد حسام ميدو هو مطروح مدير فني. بس شبه اتفاق على انه يبقى مساعد لكابتن حسن شحاته في جهاز كابتن حسن شحاته. ما اعرفش ازاي الناس توصلت للتركيبه دي. لو ما بقاش مدير فني يعني يبقى مساعد مع كابتن حسن شحاته. وليه الايمان الكامل بكابتن احمد حسام ميدو، رغم ان يعني كابتن احمد حسام ميدو في 4 سنين حصل على عدد تجارب، يعني وادي دجله، الزمالك، الواحد السعودي، الاسماعيلي، تجارب كتيره جدا، ما قدرش وهو بيمشي من مكان يقول ان انا نجحت في المنطقه ديت، سواء فنيا او على مستوى النتائج او حتى في العلاقات مع النجوم. شفنا وقعة حسني عبد ربه، شفنا وقعة عبد الواحد السيد، شفنا في السعوديه الازمه خلصت ازاي. فانا طول الوقت بستغرب ليه كل الفرص محصورة على مجموعة معينة من الأشخاص. يعني شخص واحد في 4 سنين ياخد هذا الكم من الفرص والتجارب، وفي عشرات المدربين والأسماء والشباب اللي مترقبين فرصة. دي أزمة ما زالت عندنا، عشان كده لسه بقول لك الأسلوب القديم متاح. يعني كابتن هاني رمزي أيضا حصل على فرصة مع منتخب الشباب، منتخب أولمبي، منتخب أول، وجرب عدد كبير جدا من الأندية. لحد إمتى هنفضل في مصر
الفرص والتجارب متاحه محصوره على ناس معينه ليه عدد صغير جدا. لازم يكون دلوقتي عندنا نبعد الاهواء شويه، العلاقات شويه، مش مهم مين بيسهر معايا في كافيه ايه ومين بيقعد معايا فين وانا علاقتي كويسه بمين. بس انا بختلف معاك في الجزئيه دي بصراحه، لان انا شايف ان الناس باذن الله الجدد دول هيشتغلوا بشكل جيد وهيحاولوا بقدر المستطاع باذن الله ان هم يشوفوا مصالح الكره المصريه، لان هم جايين بهذا الهدف. اكيد اي حد عايز ينجح بشكل كبير جدا، اي حد عايز يشوفوا الصالح ايه ويختاروه. اكيد اي حد عايز ينجح، بس انا بقول وبشوف وده رايي ومسؤول عنه، ان في احق من احمد حسام ميدو واستحقوا فرص، وفي شباب كتير جدا من المدربين المصريين عندهم المؤهلات، مش لازم يبقى عندهم الاضواء، مش لازم يبقى عندهم الاعلام، مش لازم يبقى عندهم السوشيال، مش لازم يبقى عندهم التسويق، عندهم الامكانيات. يا ريت نبص عليهم حتى من مبدا العداله في توزيع الفرص. بالتالي مين الاقرب من وجهه نظرك؟ كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري، عشان انت قلت ان المرحله ديت هنشتغل فيها صح، فالعقل هينتصر على القلب والاهواء. انت شايف ان الافضل يبقى كابتن حسام بدري؟ طيب نتمنى ايا كان مين فيهم، كابتن حسام بدري، كابتن حسن شحاته، او ميدو، اي حد من الاسماء المرشحه، ان هو يكون متواجد. اكيد هندعمه بشكل قوي جدا. بالنسبه للاشراف على المنتخب، الاتجاهات رايحه لفين؟ هل فعلا كابتن محمد فضل زي ما فيتو كده بتقول ان اتجاه لاختيار محمد فضل للاشراف على المنتخب؟ ده اتفاق. اتفاق ويمكن الحاجه دي اللي ما حدش يختلف عنها في مصر. يعني كابتن محمد شخصيه مميزه وكادر محترم في الحقيقه، واللي يدير امم افريقيا في الظروف ديت طبعا وتطلع بالشكل ده، وتاريخ كابتن محمد فضل بيقول ان هو هيبقى مدير ناجح جدا، فاعتقد ان هو انسب. وكمان راجل ليه علاقه بالكوره، ليه علاقه بالتفاصيل الفنيه كويس، يعني بيفهم كويس جدا نفسيه اللاعب وعقليه اللاعب، مش مجرد اداري جه من شركه او من اتجاه مختلف فبيويد الاداره، لا ده راجل بيويد الى جانب الاداره التعامل مع اللاعبين، لانه لعيب بالاساس وخط تجارب قويه جدا سواء في مستوى الانديه او المنتخبات والبطولات. فانسب شخص، ويمكن هتبقى اهم شيء وجود كابتن محمد فضل في الفتره الجايه في المنتخب. كابتن حسام غالي مرشح بالمناسبه. انا معلومتي ان كابتن حسام غالي اعتذر، يعني هو مرشح طبعا ومرشح بقوه جدا، لكن اعتذر كمان. لكن هو اعتذر، معلومتي الشخصيه انه كابتن حسام غالي اعتذر. وكمان معلومتي ان كابتن حسام غالي مرشح انه يبقى ليه دور في النادي الاهلي. في النادي الاهلي؟ الله اعلم، يعني ما اشوف الموضوع ده ومتعب كمان. كابتن حسام غالي هو طول الوقت هيفضل مرشح لادوار كتير جدا في اي مكان، لان تاريخه واسمه وعقليته هتخليك يجبرك طول الوقت ان هو يبقى اسم مفروض للتواجد في اي مكان، وهيمثل طبعا اضافه في اي مكان هيبقى موجود فيه. يمكن تجربه الجونه في وقت قصير جدا، رغم ان انا من الناس اللي كنت متشائمه وكنت شايف ان كابتن حسام غالي مش هينجح، لكن بامانه التجربه في الوقت القصير والطفره اللي حصلت في الجونه والشكل اللي ظهر بيه الفريق في الدور الثاني والعقليه اللي بتدير في المرحله الاخيره خلتني اشوف ان كابتن حسام غالي هيبقى اداري ناجح جدا. طبعا لا شخصيه ممتازه طبعا كابتن حسام غالي، لا كابتن حسام غالي كادر قوي جدا ومميز صحيح. في الحقيقه يعني، ونجح مع نادي الجونه بالمناسبه يعني. نجح جدا. تمام. نروح لبعض الاخبار الاخرى، وبالتحديد فيما يتعلق بدوره الالعاب الافريقيه في المغرب، ونتائج ممتازه في الحقيقه لمصر حتى الان في هذه الدوره. بتشوف النتائج دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه للرياضه المصريه ومدى تاثيرها على الهدف الاكبر وهو اولمبياد طوكيو 2020؟ يعني في الحقيقه ما زالت الالعاب الاخرى في مصر بتحرج مسؤولي كره القدم. دي حقيقة. بتقولوا ان دي النقطه السوداء الوحيده في الرياضه المصريه. نتائج مبهره جدا. كل يعني احنا كل خمس دقائق تقريبا بنجيب ميداليه بنؤكد سيادتنا لافريقيا. ده طبعا مؤشر مهم جدا على ان احنا قادرين نحقق شيء في الاولمبياد، وانا شايف ان الاولمبياد ان هذه المره مصر ستحقق. هنقدر المره دي انا شايف ان شاء الله، لان في الحقيقه خليني يعني اشكر الدكتور اشرف صبحي على ان هو فعلا استخدم قدراته وعقليته التسويقيه في جذب مجموعه رعاه اشتغلوا بشكل سليم جدا على الالعاب الفرديه وعلى بعض النجوم والابطال، وفروا لهم احتياجاتهم في توفير رعايه ماديه ونفسيه ومعسكرات بشكل جيد. فبنشوف البطولات، بنشوف الارقام اللي بتحصل، ده مؤشر جيد جدا، واعتقد ان ده هيستمر خلال الفتره الجايه. الشكاوى قلت جدا، كنا بنشوف
دايما قبل كل اولمبياد مشاكل في المعسكرات مش عارف كل هذه الامور في الحقيقه كتير جدا زي كرم جابر كان يطلع يقول مش عارف اتدرب مش لاقي مكان اتدرب فيه لكن حاليا اعتقد ان الدوله نجحت في الفترات الاخيره انها تزيل هذه العقبات لان كان في اهتمام واضح جدا من سياده الرئيس بفكره الالعاب الفرديه وفكره الابطال وفكره اولاد مصر وشباب مصر فده انعكس على عمل الحكومه وعلى عمل وزاره الشباب والرياضه فنجحت انها تزيل هذه العقبات وتوفر كل الامكانيات للابطال فعشان كده كل يوم بتشوف الرئيس بيستقبل بطل جديد وبيستقبل مجموعه جديده بتحقق لنا انجازات وان شاء الله نتمنى استمرارها في بطوله الاولمبياد المقبله. احنا لحد امبارح بالليل مصر هي بتحتل المركز الاول في ترتيب دوره الالعاب الافريقيه برصيد 37 ميداليه ذهب 50 ميداليه فضه و29 ميداليه برونزيه يعني الاجمالي كله 116 ميداليه ده رقم كبير جدا بيجي في المركز الثاني منافس قوي 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 هو منافس الجنوب افريقي ولحق 25 ذهب و17 فضه و14 برونز بمجمل 65 ميداليه وفرق كبير في الحقيقه صحيح فرق كبير جدا او عفوا 56 هو هننهي فرق اوسع كمان يمكن احنا النهارده حققنا برضو عدد ميداليات تاني قبل ما اكون معاك على الهواء كان في ميداليات تانيه بتتحقق دي حقيقه طول الوقت احنا بنحقق وهيبقى في فرق شاسع كله بيجي بالليل هيبقى في فرق شاسع ما بين مصر والمركز التاني والمركز التالت فرق بعيد جدا وده زي ما قلت لك بيعكس ان احنا ان الدوله المصريه بتشتغل في قطاع الرياضه بشكل جيد جدا جدا وان سقوط فريق الكوره لا يعكس ابدا ان الدوله اشتغلت بشكل كويس لكن كان في مجموعه بتدير بشكل خاطئ فكانت النتيجه هي اللي خرجت وهي اللي ظهرت. طيب نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمصر في حصد المزيد والمزيد من الميداليات وكمان الهدف الاهم والاسمى ان احنا نظهر بنفس هذه القوه مع فارق المستويات طبعا في اولمبياد طوكيو 2020 لكن احنا ماشيين بشكل مميز جدا جدا في اعداد بطل اولمبي مش بطل واحد ان شاء الله هيكون ابطال كتير جدا في اولمبياد 2020. خلينا نروح لبعض الاخبار المحليه بالتحديد من في الجول وان مدرب صلاح السابق في بازل السويسري هيكو فوجل كان صرح وقال ان محمد صلاح مثل القاتل المبتسم وقال ان محمد صلاح ما كانش هو بيتنبأ له خالص لما كان موجود في بازل انه هيوصل لهذه القيمه العالميه وهذا المستوى الفني الرائع. رايك ايه في مستوى محمد صلاح بالتحديد كمان في مباراه ارسنال الاخيره؟ يعني محمد صلاح اكيد لي فعلا اللي انا كنت بشوفه قبل انطلاقه الموسم انه هيقدم واحد من افضل مواسمه. يعني صلاح فعلا وصل لمرحله النضج الكامل. خلينا اقول ان هو السنه دي صلاح تخلص من فكره ضغوط الموسم الواحد ان انت كنت لاعب الموسم واحد فخلاص بعد تكرار انجازه في الموسم الثاني فاصبح تخلص من الضغط ده. الجمهور الموسم اللي فات كان بيطلب منه تكرار نفس انجاز بالزبط. اول موسم ليه اللي هو 35 هدف فكان الموضوع صعب شويه. أيضا هذا الموسم صلاح مش مطلوب منه 35 هدف فاصبح الضغوط اقل. صلاح ايضا هيستفيد السنه دي من ان فكره حد بيتقاسمه الضغوط. يعني ايه؟ يعني ماني اللي شاركه في جائزه الهداف الخصوم هيعملوا حساب ماني لكن الموسم الماضي كان التركيز كله على صلاح كان في تكتلات غير عاديه كان اي مدرب بيبني استراتيجيته ازاي اوقف صلاح واعطل صلاح من خلال احط له اقوى ديفنس قدامه مين الظهير اللي هيبقى بيلعب عليه نص ملعب اللي هيميل ناحيته فكان طول الوقت في تدقيق على صلاح ده ما بيحصلش يعني بيحصل بشكل اقل شويه لان في تركيز ايضا على ماني اللي بيتقاسمه ايضا ارتفاع مستوى فيرمينيو وظهوره في انطلاقه الموسم لعيب مهم قوي فيرمينيو جدا جدا بشكل قوي جدا فده هينعكس على صلاح يمكن كمان ايضا تطور ارنولد وروبرتسون بشكل مستمر ان هم هيبقوا افضل ظاهرين في العالم صلاح مستفيد جدا من التوهج اللي بيعيشه الظاهرين ليفربول فده مساعده جدا ان هو يستمر يمكن الازمه الوحيده وتخوفي الوحيد في ليفربول ان هو مرحله نقطه صناعه اللعب من العمق غياب اللاعب المبتكر في ليفربول يعني معتمد على فينالدوم فابينيو اندرسون الثلاثي هو حاول ان هو يعتمد على تشامبرلين كمان في المكان تشامبرلين يمكن هياخد وقت لكن ليفربول محتاج لاعب من نوعيه دي بروين او ديفيد سيلفا اللاعب المهاري المبتكر في المساحات الضيقه ده يفرق جدا مع صلاح ويفرق جدا مع ماني اللي هو فكره مش طول الوقت هيبقى صناعه اللعب من خلال الاطراف مش طول الوقت هعتمد على سرعاتي لما المساحات هتضيق قدامي ولما الخصوم هيتكتلوا فانا محتاج مين يساعدني من العمق ويفهم ويعمل ال1 2 ويتحرك في المساحه ما بين خط وسط ودفاع الخصم. ليفربول مفتقد دي جدا واعتقد ان كلوب كان بخيل او بيبحث عن المظلوميه دايما طول الوقت ان هو انا مش محتاج اصرف كتير انا بصنع من امكانيات قليله بس هو الموسم اللي فات صرف يعتبر جاب اربع صفقات مهمين قوي يعني نابي كيتا شاكيري اليسون اهم صفقه صرف فان دايك صرف كمان. جدا لكن ايه المشكله ان انت كنت تصرف السنه دي ان السنه دي مانشستر سيتي ايضا بيضم رودريجو برقم طبعًا جدا طبعًا. رغم ان الفرقه كانت قدمت اداء قوي وكانسيلو رقم ضخم جدا رغم ان وولكر
واحد من افضل اسئله العالم في الجهه اليمنى، لكن الاستمراريه تتطلب ان انت تتخلى عن سياسه فكره ان انا ما بصرفش كتير او ان انا مش محتاج اصرف وانا بصنع من امكانيات قليله، لان موسم طويل و60 مباراه او 70 مباراه هتلعبها في عدد مباريات متعدده، مش محتاجه تشكيله واحده، محتاجه حد يخفف شويه على صلاح وعلى ماني، محتاج ان انت نص ملعب لو وقع منك حد النهارده بتقابل مشاكل كبيره جدا، فانت كنت متهيألي كان ليفربول محتاج جدا صفقه علشان فكره الاستمراريه بالظبط. لكن صلاح على المستوى الفردي وشغال بشكل كويس، كنت اتمنى له ان كل الامكانيات تبقى متوفره. هينافس على الهداف؟ هينافس بشده على الهداف مع ستيرلينج. رحيم ستيرلينج اتوقع ستيرلينج ده شغال ما شاء الله عليه يعني. انا خمس اهداف لحد دلوقتي. اول مؤتمر لستيرلينج قبل مباراه بوكي طبعا لاعب نوريتش سيتي، بوكي حسام باو الدوري الانجليزي زي ما بنقول عليه، اللي هو لاعب صاعد من الدرجه الثانيه، ولكن هو مركز جدا، لاعب عالي جدا ومستفيد كمان من فكره نوريتش سيتي، فرقه بتلعب كره هجوميه. يعني شفنا قدام تشيلسي بتسجل مره واثنين فعمل هو هدف وجاب الثاني. فانت هنا قدام مشروع بيلعب كره هجوميه، فده هيساعدك جدا ان انت تقدم امكانياتك. كمان فكره ما عليكش ضغوط نفس النجوم الكبار البريس اللي عليك في الانديه الكبيره والبطولات، فده هيسهل عليه. لكن ستيرلينج ايضا بشوف ان هو جاهز جدا واصبح مؤهل بشكل كبير انه يبقى هداف الدوري الانجليزي وينافس كمان على الحذاء الذهبي. لو شفت ستيرلينج في اول مؤتمر ليه قبل مباراه ليفربول ومانشستر سيتي في افتتاح الموسم الدرع الخيريه، فهو قال لما اتسال بشكل محدد قال ان انا السنه دي مركز جدا ان انا هسجل عدد اهداف اكبر وحددت الرقم، محدد الرقم اللي هوصل ليه هو بس ما اعلنش الرقم ده اللي هوصل ليه، بس هو طالما حد بيتكلم بالتركيز ده وبالدقه دي فده بيقول لك ان هو في طموح وفي هدف معين عايز يوصل له. ولما ترجع تشوف ارقامه في اخر خمس ست سنين شوف هو بيتطور ازاي كل سنه عن اللي فاتت. يعني ستيرلينج في اخر سنتين سجل اكتر من عدد الاهداف اللي سجلها في خمس سنين سبقتها. ففي الموسمين الاخرين بيتطور بشكل رهيب جدا وهيستفيد من اللي هيفتقده محمد صلاح. هيستفيد من عوده دي بروين. دي بروين طبعا الموسم الماضي مانشستر سيتي افتقد دي بروين بشكل كبير جدا، فشوف انت دي بروين قادر كل خمس دقائق يوصلك للمرمى وهو مش شايف الملعب. يعني هو لعيب مش طبيعي، هو لاعب البلاي ستيشن في الحقيقي هو دي بروين. فهو مستفيد جدا ستيرلينج من حاله دي بروين، كل 10 دقائق بتلاقي نفسك قدام المرمى. ايضا موجود عندك الاطراف قويه جدا جدا. شفت محرز البديل بيصنع ثلاث اهداف في مباراه شارك فيها، صح. البديل بيعمل كده، فبرناندو سيلفا الاساسي بيعمل ايه؟ فانت هو مستفيد جدا. برناندو سيلفا لحد دلوقتي ما صنعش ولا هدف ولا جاب ولا هدف، بس هو مفتاح في عشان فانتازي. بص هو لغه الفانتازي بتظلم لعيبه كتير، لكن ممكن يبقى لاعب مهم جدا بس هو كان مفتاح لعب، بس هو ما عملش اللمسه الاخيره، صح. لكن هو راوغ واحد واثنين وفك التكتل وحطها للي جاي من تحت اللي هو اللي عمل الاسيست، فهو هنا كان مفتاح لعب. هو برناندو انا بنصح الناس يعني برناندو مش لاعب فانتازي، هو لاعب مدرب بيعرف يفك التكتلات وبيعرف يخدم لعيب مميز جدا في الحقيقه. لكن ما انصحش بيه في فانتازي. بمناسبه الفانتازي ستيرلينج اعتذر لجمهور ان هو اكتر لاعب دلوقتي بياخد الكابتن في فانتازي، فبيقول لهم ان انا مش عارف اجيب هاتريك، بعتذر تاني بعد هاتريك مش عارف اجيب هاتريك كل مباراه. هو سجل يعني سجل بس مش هاتريك، يعني هو سجل في ليفربول في افتتاح الموسم في الدوري وسجل في الدوري هاتريك ثم هدف ثم هدف، فهو استمراريه التسجيل عنده السنه دي واضحه جدا، لكن هو مش هيقدر يجيب هاتريك اكيد كل مباراه. صعب ان كل ماتش هو رونالدو وميسي بس اللي ممكن يعملوا الكلام. هي الناس طمعانه لان السيتي بيوصل للمرمى كتير كتير جدا كل خمس دقايق، منافسه على بطوله الدوري الانجليزي. شايفها بتتحصر ايضا الموسم ده ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، ولا ممكن يدخل منافس جديد؟ لا مش هيدخل منافس جديد. هو عدوى الليجا انتقلت الى البريمير ليج. ريال مدريد وبرشلونه التسيد العالم 10 سنين اللي فاتت، اعتقد ان هو حان وقت السيتي وليفربول ان هم يتسيدوا. هيفضل بس دخل اتلتيكو مدريد شويه مع ريال مدريد وبرشلونه، دخل من بعيد شويه وتوتنهام بيحاول يعمل ده لكن مانشستر يونايتد بعيد وارسنال لا بعيد. مانشستر يونايتد الله يكون في عونه وربنا يسترها عليه وما يروحش بعيد عن الدوري الاوروبي. ارسنال ايضا هيمشي على سطره وهيسيب سطر، لكن هتفضل المنافسه ما بين ليفربول وما بين. يمكن شفت هاري كين النهارده بيصرح بيقول ان انا قبل انطلاق الموسم قلت ان صعب يتعثر السيتي وليفربول، عدد النقاط اللي هيفقدوها قليل جدا، وده اللي بيخلينا نقول ان عدوى الليجا انتقلت للبريمير ليج. بمعنى ايه؟ احنا زمان كنا بنقول ريال مدريد وبرشلونه بيكسب 7 و8 لان الفرق ضعيفه، وده ما كانش حقيقي. هو الانديه الاسبانيه ما كانتش ضعيفه بقدر ما ان برشلونه وريال مدريد هم اللي وصلوا لليفل عالي جدا. حاليا ليفربول ومانشستر سيتي بيكسبوا اي حد بارقام بالزبط. يعني صعب جدا فرقه في انجلترا توقفه. يعني حتى ارسنال كان لا حول له ولا قوه قدام ليفربول. ارسنال المفروض فريق بينافس وفريق قوي جدا وتاريخ، فهنا لما الفريق وصل لقمه
اداؤه مع مدرب عبقري جدا، مع دعم اداري غير عادي وصفقات بشكل متتالي، سواء زي ما انت قلت ليفربول دعم ازاي في اخر سنتين بالسون بيكر واغلى وفان دايك وي 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 وكذلك مانشستر سيتي. فهنا الانديه الانجليزيه وصلت للقمه، وهنشوف برشلونه وريال مدريد في انجلترا لفتره طويله مش قصيره. ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، ما بين ليفربول ومانشستر سيتي هيفضل صراع فتره شويه، يعني عقد كلوب هينتهي في 22، فاعتقد وجوارديولا ايضا مستمر شويه، فعلشان تغير ده يعني عشان تشوف مانشستر يونايتد يظهر محتاج تغيير كبير، لان انت عندك مانشستر يونايتد مش بيبخل. مانشستر يونايتد لو دورت عليه في اخر السنوات هو بيجيب لعيبه غاليه جدا، يعني هو بيجيب لوكاكو ب 80 وبيستغنى عنه عادي جدا، بيجيب بوجبا ب 100 وي ومفيش مردود نهائي، بتجيب مدافعين باسعار غاليه جدا، ماجواير هو اغلى مدافع في تاريخ الدوري الانجليزي حاليا، وقبله ليندلوف انت جايبه بسعر برضه. فمانشستر يونايتد مش بيبخل في الصرف بقدر ما هو يفتقد لمشروع اليكس في السير اليكس فيرجسون. طبعا تريزيجيه بتشوف اوت اوت مباريات ليه ازاي في الدوري الانجليزي؟ واتخلص من الرهبه بشكل سريع. كون ان هو بيصل للمرمى ده بيطمني. هو وصل للمرمى في الماتش الاولاني امام توتنهام شويه، لكن الماتشين التانيين ما شفناش ليه تاثير. هو ضيع فرصه في الماتش اللي بعدها برده، يعني يمكن خليني اقول لك ان هو فرقته ما هو ما بيلعبش مع فريق ليفربول او مانشستر يونايتد، هو في النهايه انت بتلعب مع فرقه بتدافع اكتر، بتميل اكتر الى انها بتتحفظ او ما بتواجهش خصوم اقل منها، يعني معظم الخصوم اما اعلى منك او قريب منك في المستوى. فدي بتصعب مهمه تريزيجيه شويه، ففكره ان انت عشان تشوفه بيصل للمرمى زي ما صلاح ما بيوصل، لا ده مستحيل طبعا يحصل مع فرقه بمستوى استون فيلا، لكن هو بادئ بشكل قوي جدا، وكونه يفرض نفسه على التشكيل الاساسي في وجود لاعبين كبار زي كوتجا وزي انور الغازي من البدايه ومن الانطلاقه، فده بيعكس ثقه كبيره جدا عند الجهاز الفني، ويعكس ثقه زمايله اللي بيتكلموا عنه بشكل جيد. يعني انا شفت تصريحات زمايله دايما بيتكلموا عنه بشكل جيد، مدربه بيعزز فكره الثقه في تريزيجيه، واعتقد انه بعد تسجيله اول هدف انا بشوف يعني يناير المقبل هنشوف كلام كتير جدا في الصحافه الانجليزيه عن تريزيجيه. يناير الجاد على طول؟ هو بمجرد ما لاعب جديد بيبدا يتوهج او بيبدا يتالق يبدا الحديث يزداد عليه، خاصه لما يكون لاعب وراه جمهور كبير زي الجمهور المصري. طبعا تريزيجيه عنده امكانيات مميزه جدا في الحقيقه، يعني لعيب مميز جدا. في المقابل محمد النني مصيره مجهول، عروض من فرنسا من تركيا، في نفس الوقت يوناير إمري قال لك انا خلاص يعني بسألك امشي الرحيل. امشي يعني امشي خلاص مش عايزك. شايف مصيره هيبقى هو مصيره ما بين بوردو وجالاتا سراي حاليا، اكتر ناديين مهتمين بيه. هو مبسوط قوي بان هو موجود في لندن، هو مش عايز يمشي من لندن للاسف. محمد النني يعني في تصريح قديم ليه كان في مصر اليوم مع زميلي هشام ابو حديد، كان بيقول فيه اخر طموحي ارسنال. فلما ترجع للحوار ده من 6 سنين هو بيعكس لك هو بيفكر ازاي. انا خلاص يا جماعه انا وصلت هنا، ده تفكير سلبي جدا. انت لو فكرت امير ان انت هتقعد على الكرسي ده في البرنامج ده مش هتاخد خطوه لقدام بكره وتشوف في حاجه اكبر. كل واحد عنده طموح اكيد طبعا لازم انت تشتغل على طموحك علشان تروح حته ثانيه وتروح مكان أكيد. اعلى. فانني يفتقر لدي، فهو بيجني ثمار عقليه. كان اعلى، مفيش اعلى من قناه الاهلي برضه، عشان لا مش قناه الاهلي بس اشوفك في البرنامج الرئيسي. طبعا سعيد جدا بتواجدي في قناه الاهلي، ده شرف ما بعده شرف يعني. اكيد وانا مبسوط جدا وشرف لي ان انا موجود معاك في نادي الاهلي. لكن الطموح دايما طول الوقت مهم جدا، اني نفتقد للطموح وهو بيجني نتيجه عقليته ديت، انه ما كانش بيطمح لخطوه افضل او مكان اعلى من اللي موجود فيه. هو مصيره هيبقى بوردو او جاتس راي، دي اكثر الانديه. اتمنى ان يبقى عنده طموح ان هو يلاقي نفسه من جديد، مش مجرد ان انا هجمع اموال، انا وصلت خلاص قربت من ال 30 فانا 27 سنه دلوقتي النني. لا متهيألي اكبر من كده شويه، النني 94 27 27 او 28 سنه 27 28 سنه يعني. بس فهو بيفكر في فكره انه ممكن انا العب هعمل عقد موسمين ثلاثه، فان انا بجمع اكبر قدر فيه من الرواتب. اعتقد ان هو ما فكرش في دي خالص. يعني انت حتى لو انت سنك كده انت تقدر تبقى موجود بشكل قوي طبعاً جدا طبعاً ليك والمنتخب مصر. يعني احنا محتاجين جدا ان انت تعيد اكتشاف نفسك من جديد، وان انت ترد على كل الناس اللي شككت في ادائك، او مش اللي شككت في ادائك، الناس اللي شافت ادائك الحقيقي. يعني انت كان ده ادائك فعلا، ادائك كان متراجع جدا. فاتمنى ان خطوته الجايه ان هو يعيد اكتشاف نفسه بيها وما تتاخرش اكتر. الافضل ليه الدوري الفرنسي ولا الدوري التركي؟ الدوري الفرنسي طبعا. ليه بقى؟ الدوري الفرنسي الانديه اقوى في الدوري الفرنسي، ونظره الدوريات الاربعه الكبرى لفرنسا يعني بيبقى فيه اهتمام اكبر من نظرتها للدوري التركي او للدوري البلجيكي. فالدوري الفرنسي بيبقى فيه اهتمام اكبر، صح. فكره ان انت تبقى متشاف بشكل اكبر دي مهمه جدا. ايضا فكره المشاركه في البطولات الاوروبيه من خلال الانديه الفرنسيه هتبقى اكبر، تعالى. طبعا.
الاهتمام في فرنسا بالكوره وبالرياضه طبعا اهم من دول تانية كتير، يعني هو ياتي في مرتبه تاليه لانجلترا واسبانيا وايطاليا والمانيا، فوجوده في فرنسا يبقى مهم جدا، خاصه ان في نجوم كتير هناك، يعني الدوري الفرنسي دوري نجوم ايضا، دوري وجود باريس سان جيرمان فيه عامل حاله ان هو فكره ان يبقى موجود نجوم كبيره، وده ايضا دعم الانديه اللي تحت باريس سان جيرمان اللي هي بتظهر وجوه جديده النهارده بنشوفها بتنتقل للدوري الاسباني وتتالق، ونشوفها بتنتقل للدوري الانجليزي وتتالق ايضا. طيب نيمار، كلام كتير جدا على نيمار وانتقاله لريال مدريد او لبرشلونه او حتى استمراره في باريس سان جيرمان، الكلام على ان كان في اجتماع النهارده في باريس ما بين مسؤولين في برشلونه ومسؤولي باريس سان جيرمان بخصوص نيمار. اخر الاخبار اللي خرجت ان الاجتماع ما فيش فيه جديد، ما فيش اتفاق، تتوقع ايه بشان نيمار؟ انا بشوف نيمار برشلونه اكثر رغبه في الحصول على خدمات نيمار، ويمكن معزز الفكره دي قوي وجود ميسي ووجود سواريز ووجود المجموعه كامله اللي هي شايفه نيمار هيبقى اضافه ليها، فاعتقد ان لو هيتم انتقال نيمار فهيكون لبرشلونه، لان ريال مدريد بيشوفوا ان هو بيركز وبيشوف زيدان بيركز اكتر على فكره ان التدعيم في وسط الملعب، بيركز اكتر على إريكسن توتنهام او بول بوجبا في مانشستر يونايتد، هو عايز يدعم خط وسط، خاصه ان فكره الجناح الشمال في ريال مدريد مدعومه بشكل كويس جدا في وجود هازارد وموجود فينسوس، فايضا انت مش محتاج نيمار اكتر من انت محتاج لاعب وسط ملعب، فبشوف خلال الساعات اللي جايه لو نيمار مش هيكون في موجود برشلونه فاعتقد ان هو مكمل في باريس سان جيرمان، لكن مدريد مستبعد. انا من خلال قرايتي ومتابعتي للصحف ومش شايف ان في رغبه كامله عند ريال مدريد، وبشوف ان الرغبه عند مدريد من بدري، ومشروع مدريد اللي جاي بيرتكز على كيليان امبابي. امبابي ده الهدف الاساسي. ده الهدف طبعا الأساسي. مش السنه دي، السنه مش السنه دي، فانت لما تنفق 250 مليون يورو او 270 مليون يورو زي ما باريس بيطلب حاليا، فده هيصعب جدا ان انت تفكر في امبابي الموسم المقبل، فاعتقد ان عشان كده ريال مدريد مش داخل بكل قوته ومؤجل الخطوه دي لخطوه امبابي اللي هو هيكون طبعا هو صفقه القرن او الصفقه الاهم في الملعب الاوروبي. اكيد طبعا نجم كبير امبابي في الحقيقه، موهبه فذة يعني. نروح للسوبر او سبورت 360 والكلام على لوكاكو الدوري الايطالي بقى. امبارح كانت اول مباراه للانتر امام ليتشي وانتهت بفوز 4-0، رفع من المعنويات جدا جدا عند الجماهير او مشجعي انتر ميلان. بتشوف ازاي تألق لوكاكو بالتحديد في هذه المباراه؟ انتقل من مانشستر يونايتد لانتر ب 65 مليون يورو تقريبا مقسطه على 5 سنوات، وجاب هدف وتألق كمان في المباراه. بتشوف البدايه ازاي لانتر ميلان البعيد عن البطولات؟ يمكن انا لما اتفرجت على المباراه وكنت بقول لك في بدايه الحلقه امير، الاهلي محتاج مدرب يعرف يستخرج اعلى ما عند اللاعبين، ودي اهم ما يميز كونتي، مدرب بيعرف يطلع من اي شخص اشياء ايجابيه. اي شخص انت ممكن تشوفه عديم العطاء هو يقدر يخرج منه، فده الراجل بيشتغل بيعرف يستخرج، بيشتغل على الجانب النفسي اكتر، بيعرف يستخرج اعلى ما عند اللاعبين. شفت روح جديده جدا للانتر، شفت شكل تكتيكي رجع تاني كونتي للشكل اللي هو بيحبه، 3 مدافعين 3-4-3 او 3-5-2. فبشوف ان الانتر مع كونتي هيهدد يوفنتوس بشكل قوي جدا في الصراع على بطولة الدوري الإيطالي. عجبني جدا إنه قدر بسرعة وبشكل سريع جدا إنه يعيد الناس تتفرج من جديد على الدوري الإيطالي. لوكاكو تألق طبعا زي ما قلت لك، لأن في مدرب عارف يخرج من اللي عنده، ورغم إن لوكاكو أنا شفت وزنه زايد، يعني لسه وزنه زايد فعلا، لسه إعداده البدني ما كانش لعيب قطر قوي في الحقيقة، لكن لوكاكو دبابة فعلا، تستطيع إن أنت تصنع من خلاله أشياء كتيرة جدا لو في مدرب زي كونتي. وأنا أعتقد ان لوكاكو السنه دي هيبقى منافس قوي جدا على هداف الدوري الايطالي، وهيبقى ند قوي جدا كريستيانو رونالدو. وانتر ميلان هذا السيزون هو بدايه عوده الانتر لمكانته الطبيعيه والمنافسه سواء في الدوري الايطالي او حتى في دوري الابطال. انا معتقد ومتوقع ان هيكون انتر بطلها هذا السيزون، يعني في فريق كبير هيخرج من دوري الابطال او هيتعرض لهزيمه بسبب انتر. يعني من مفاجات دوري الابطال السنه دي هيبقى انتر ميلان، لان الفرقه بتضم عناصر واحده واللعيبه بتاعنا، لوتارو اللاعب الارجنتيني ميسي كان بيقاتل عشان يكون موجود معاه في برشلونه، موهبه مش طبيعيه، بروزوفيتش لاعب وسط ملعب شفناه بيسجل بشكل عجيب وغريب جدا جدا، في وجود كونتي وفي وجود الاستراتيجيه الخططيه والتكتيكيه الجديده، بشوف ان انتر اضافه للدوري الايطالي السنه دي واضافه لدوري ابطال اوروبا، ووحش جمهوره قوي،
ان انتر من الانديه اكيد طبعا الانديه كبيره جدا طبعا وميلان نفس الكلام بس ميلان بعيد بس لسه شويه. طيب خليني اقول لحضراتكم خبر مهم جدا. كابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق يتفقدان المنشات بفرع الشيخ زايد. قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي وبصحبته العمري فاروق نائب الرئيس بعد ظهر اليوم الثلاثاء بجوله تفقديه في فرع الشيخ زايد لمتابعه سير العمل بالخطه الانشائيه الخاصه بالفروع والمشروعات التي يجري العمل على الانتهاء منها. وقام المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة بشرح التفاصيل المتعلقة بالمخطط العام الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد بعد اعتماده من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشيخ زايد وتسلم كافة التراخيص الخاصة بالمرحلة الثانية من الخطة الإنشائية للفرع. وقام الكابتن الخطيب والعمري فاروق بتفقد الموقع المخصص لصلاة المغطاة والمقترح إنشاؤها وكذلك المبنى الإداري والمكان الخاص بإنشاءات أو بإنشاء جراج تحت الأرض. ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بالخطة الزمنية واتخاذ ما يلزم أو ما يلزم من إجراءات للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من الإنشاءات وفقا لأفضل المعايير. خبر مهم وبيدل على مدى الاهتمام اللي موجود في مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص الجانب الإنشائي. بتشوف المنشآت وتطويرها داخل القلعة الحمراء بتشوفها إزاي في مختلف الأفرع؟ يمكن انا ما بزورش النادي الاهلي كتير الحقيقه، لكن فكره اهتمام رئيس النادي بنفسه ونائبه بالتواجد بشكل دائم ان هو بيباشر اعماله. يمكن كابتن محمود الخطيب معروف ان هو راجل بتاع كوره قوي وبيركز جدا في تفاصيل الكوره وشغل الكوره، لكن فكره ان هو بيباشر بنفسه فده طبعا بيعكس اهتمام من مجلس الاداره الكامل بالجمعيه العموميه وبامكانيات النادي. وطبعا طول الوقت النادي الاهلي اي حد يتمنى يبقى موجود جواه بسبب شكله جمال. انا بشكرك يا سعيد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا ان انت موجود معايا النهارده. انا اللي بشكرك جدا يا امير والف سلام عليك. الحمد لله على سلامتك اللي حصل في النادي. كانت حاجه بسيطه الحمد لله وعدت. الحمد لله يا حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اختم مع حضراتكم كلام مهم قوي عايز اكده، لان الواضح كده ان السوشيال ميديا الدنيا بتتكلم شويه على موضوع المدرب. الموضوع بالظبط سري جدا جدا، لسه ما تمش الاعلان ومفيش ميعاد محدد. ركز في كلامي، مفيش ميعاد محدد للاعلان، لكن وارد ان يتم الاعلان في اي لحظه. ده الطبيعي، ده اللي ممكن يحصل في اي لحظه، لكن الامور ماشيه كويس جدا بخصوص هذا الملف والاعلان غير محدد. لان احنا بالمناسبه كنا بنناقش برضو بعض الاخبار اللي في الصحف اللي بتقول خلال ساعات وكل الكلام ده، والصحف كلها بتتكلم في هذه الجزئيه، واحنا علقنا بنقول انه وارد ان يكون خلال ساعات، وارد يكون خلال يومين ثلاثه الله اعلم. المجلس او مش المجلس طبعا، لجنه التخطيط بالنادي الاهلي بتمسك مع الكابتن محمود الخطيب، كل المسؤولين عن هذا الملف هم المسؤولين كل المسؤوليه التامه عن موعد الاعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. احنا اللي علينا ايه؟ ان احنا نترقب هذا الموعد وان شاء الله يكون هو مدير فني مميز جدا جدا للفريق خلال المرحله المقبله. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.